تتابعون في نهاية هذه النشرة قراءة بعض المراسيم. تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الصندوق الوطني ولجنة العمل الإقليمي للبطحاء بهدف تدريب وتأهيل المنتجين والفاعلين في مجالات التنمية المحلية، كان ذلك بمدينة آتي حاضرة البطحاء. محمد طاهر جبرين الحر. في إطار استراتيجية التعليم والتدريب من أجل العمل، يوقع الصندوق الوطني للتدريب المهني مع لجنة العمل الإقليمية بالبطحاء اتفاقية تعاون، وتهدف الاتفاقية محل الدراسة والنقاش في هذه الورشة إلى تدريب وتأهيل المنتجين وكل الفاعلين من أجل التنمية المحلية. وتحدد الاتفاقية شروط التعاون بين الجانبين، ما يدخل ضمن مهام الصندوق الوطني للتدريب المهني. تنص الاتفاقية على الآتي: تشخيص رواد المشاريع، توفير المدربين، مسايرة ومتابعة المستفيدين من التدريب في تنفيذ مشاريعهم، وتدعيم التنظيم الهيكلي للمنظمات المهنية. رئيس بعثة الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني عثمان الدردير مهدي قال إنه ضمن استراتيجيتها الجديدة تسعى مؤسسته إلى إشراك الشركاء من القاعدة في وضع الخطط، وذلك بهدف ترشيد الاستثمار. هذا التعاون له فرصة وفقا للأمين العام لإقليم البطحاء إنغودان دي جنادي لتشجيع الجميع للعمل من أجل تهيئة إعداد متابعة وتنفيذ المشاريع الصغيرة، مؤكدا أن التدريب المهني استراتيجية تتخذها الحكومة في محاربتها للفقر في أوساط الشباب والنساء. وبعد المراجعة والتعديل صادق المجتمعون على نص الاتفاقية.